طبعاً في الفترة الأخيرة اتقال كلام إنه بيراميدز ما عندوش مانع يسيب رمضان صبحي. رمضان صبحي لعيب كبير، ورمضان صبحي لعيب مهم، رضي من رضى من رضى وأبى من أبى ماليش علاقة، لكن هو لعيب كبير ولعيب مهم ولعيب لقيمته الفنية والبدنية وكل حاجة، وليه دور مؤثر مع بيراميدز. ولكن بيراميدز شكله في تكوين الجديد للفريق ما عندوش مانع يتنازل عن رمضان صبحي في إطار الصفقات اللي بتيجي، ومنهم ناس صغيرة زي يوسف أسامة نبيه بيلعب في الحتة دي، والأجنحة اللي بيجيبها بتلعب في المكان ده، فما عندوش مانع. بدأ يتردد كده في الفترة الأخيرة. حلو كده؟ طيب، وبدأ يتقال إنه ممكن رمضان صبحي يرجع الأهلي بقى طالما إمام عاشور الأهلي جابه. هل ممكن ده يحصل؟ وإن رمضان صبحي، وناس مقربة بتقول كده على فكرة من رمضان صبحي نفسه يعني، ما عندوش مانع يعمل بيان اعتذار بالصوت والصورة كمان، مش بالكلام بس، يعني يقعد قدام كاميرا ويتصور بالصوت والصورة ويعمل بيان اعتذار للنادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي ويرجع النادي الأهلي. طب هل لو رمضان عمل كده الأهلي يوافق إنه يرجع؟ الرد عند الضماطي. الرد عند الضماطي. الضماطي قال لك إيه؟ وريني يا ابني التويته كده بتاعت الضماطي. الضماطي قال ايه في اخر سطر؟ ومغلق في وجه من تربى على تقاليده ومبادئه واختار طريق اخر في النهايه. يعني محمد الضماطي، السيد محمد الضماطي عضو مجلس اداره، بيقول لك لا، احنا قافلين هذا الباب. طب هل يقلل من رمضان لو كان عارض على الاهلي فعلا كده؟ المقربين منه بيقولوا كده، انه حتى موسط ناس تقول للكابتن محمود الخطيب كده، رمضان ما عندوش مانع يعمل بيان اعتذار بالصوت والصورة. هل يقلل من رمضان صبحي هذا الاعتذار؟ لا طبعا، بالعكس يكبره كمان. ولو انا من رمضان، يعني لو انا شبان من رمضان صبحي، اعمل البيان ده سواء رحت الاهلي او لا، على الاقل الجمهور الاهلي. لو انا من رمضان صبحي اعمل ده تقديرا لمشاعر جمهور الاهلي، سواء رحت الاهلي او ما رحتش الاهلي. وعلى فكره هو الاعتذار مش انه راح بيراميدز، انا رمضان على فكره برضه ما غلطش. يعني رمضان ما اجرمش، عشان برضه الحق يقال، رمضان كان سنه اعاره والسنه خلصت. بس هو الاهلي اللي حز فيه قوي واللي خلاه ياخد الموقف الشديد قوي ده، انه هو اتحط الاهلي في مقارنه مع نادي مصري اخر. طب افرض رمضان كان رجع هدرسفيلد. هدرسفيلد ما قطع الاعاره او خلص الاعاره ما راحش الاهلي، يعني رفض ان الاهلي ياخده بس رجع هدرسفيلد، كان الموضوع عادي. طب افرض رمضان راح فريق عربي عادي، راح الخليج، كان الموضوع برضو عدى عادي، لانه هو كان اعارته خلصت، الراجل هو ما فسخش عقده ولا هرب ولا حاجه. طب افرض كان راح نادي تاني غير بيراميدز، كانت هتبقى اهدى القصه. في التوقيت ده كان الموقف مشتعل بين الاهلي وادارته وبين بيراميدز وقتها وادارته المستشار تركي آل الشيخ، لو تتذكروا الاحداث، يعني الاحداث كانت فارضه نفسها كده. من موقف رمضان على ارض الواقع، هو الولد عاده خلص واعارته خلصت وخلاص، بس الاهلي اعتبرها كده من هذا المنطلق. انا لو من رمضان اعمل البيان، اقدر تاريخي مع النادي الاهلي بيه، وما فيش على وتوضح فيه، يعني هو مش بانك تقول انا اسف، بس انت بتوضح فيه تقديرك الكامل واحترامك الكامل، وان اللي صنعك النادي الاهلي، وان افضل فترات حياتك النادي الاهلي، انك تتمنى انك ترجع النادي الاهلي، مش عيب على فكرة. انت بتعتذر او بتتكلم او بترضي مؤسسة كبيرة وعظيمة وجمهور كبير وعظيم، ولو انت فعلا اخطأت مفيش مانع، لا يقلل ابدا من حجم البشر الاعتذار، بالعكس خالص يعني. انما احنا
بنحب نزايد كتير ونحب نصنع حاجات مش موجودة على أرض الواقع. أنا لو من رمضان وصح هذا الكلام وأنا عرفته من ناس مقربين جدا منه، والله أنا لو منه هعمل كده، هعمل بيان اعتذار سواء رحت أو ما رحتش، مفيش مشكلة خالص يعني.